تفضل الشيخ. سيدي السلام عليكم. حنا السيد هذا طاح وسدوا لي المراجي في الراس ديالو وجبناه قبل المغرب. دابا الناس الاطباء الناس قبلونا مزيان تهلاو فيه وقفوا معاه وقفه نتاع الرجوله شي 4 سوايع وما كيتقاتلوا معاه. دابا ملي صيفطنا الوجده قال لك عامر فاس عامر ما بغاش يقبلونا علاش هادشي ما نعرفش. كنطالبوا حنا من السلطات دخل لنا شفنا بهاد المشاكل هذا السيد هو كيموت هنا في الانعاش. اي مراجع لي مراجع عاد كثر تقلو في الراس. دابا هو كيموت بالبارد بخاطرو سيد ما بحالوش سيد ما بحالوش خذ 4 سنين الحبس خارج ما حتى شي حاجه ما عنده عنده وليد ومراه براس المال لابينونس طلبت له 300 الف فرن السبيطار ما كاينش السبيطار ما قبلوش لا فاس لا وجده قلنا لابينونس سلكناها قلنا جبنا لابينونس باش نسلكوا الدعوه ملي عيطوا الوجده قالوا لهم حنا ما عندنا في بلاصتو عيطنا لفاس قالك ما عندوش بلاصتو دابا كنخليه يموت هنا دابا كنخليوه يموت هنايا بخاطرو يا راك عاد نديرو حنا معاش كنطالبو من السلطات توقف معنا الى كثر خيرها الى بغات توقف معنا هادشي اللي كان السيد هذا كان صحاح سلام كان كيتفرج للماتش بخير وعلى خير مشى قال لختو انا نضرب دوره للدار ديالي ونجي نضرب عندك دوره بلاتي السيد جا تكا على الفراش شدتو لي مراجع بقى كيشخر حتى دخلوا لنا جابوه للسبيطار علاش شي مرض مزمن لا ما عنده حتى شي حاجه رجل طار ضربته في الراس تقيا الدم وكيتقيا شي حوايج ما عمرش شفناهم كاع هادشي اللي كاين شحال في عمره واه الحاله ديالو راه حرجه راه خطر كيموت الا بات هنا غادي يموت نيشان الله ديالو زيد 76